مد ايدك معايا يا رب، املا كنيستك نار، املا كنيستك نار يا رب. مكتوب كده الذي، لا ده التعبير اللي اتقال على معمودية الروح القدس في أعمال 2، يقول لك الذي رفشه بيده فينقي بيدره بالنار، يعمدكم بالروح القدس وبالنار. النار اللي انسكبت في أعمال 2 هي نار القداسة، النار اللي انسكبت في أعمال 2 هي نار قدسة الكنيسة، ولدت الكنيسة، القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب باسم يسوع. لأن احنا عايزين زيارات لأرواحنا جديدة، لأن احنا عايزين زيارات نقلات، عايزين نرى الرب، عايزين نتقابل ونتزار من حضور الرب. بنقف في النار، بنقترب للنار. هللويا يا رب. قال داود: انظر إن كان فيا طريقا باطلا، اهدني طريقا أبديا. انظر إن أنا مش هبص ليه؟ لأن أنا أعمى، أنا عريان، أنا عارف، فأنا مش هبص. انظر إن كان فيا طريقا باطلا، اهدني طريقا أبديا. صلي الآية دي مع داود: انظر إن كان فيا طريقا باطلا، اهدني طريقا أبديا. انظر إن كان فيا طريقا باطلا، اهدني. أنا مش هبص، أنا مش هقعد أقلب، أنا بطلع الكل يا رب. انظر إن كان فيا طريقا باطلا، اهدني طريقا أبديا. عجيبة هذه المعرفة، ارتفعت فوقي لا أستطيعها. ما أكثر وأكرم أفكارك من جهتي يا رب، لا أستطيع أن أحصيها كرمل البحر. هو ده المزمور اللي قال فيه داود: لو فرشت في الهاوية فها أنت، لو صعدت إلى السماوات هناك روحك أيضا يهديني. هو نفس المزمور اللي قال فيه: اخترتني أعضائي رقمت. هو نفس المزمور اللي قال: أنت اخترتني من قبل تأسيس العالم بالمعنى بتاعها. هو نفس المزمور قال له في الآخر: انظر إن كان فيه طريقا باطلا، انظر إن كان فيه طريقا باطلا، اهدني طريقا أبديا. قدس كل حاجة، مجرد ارفع ايدك اقول له: قدس كل حاجة يا رب. مش عايز ملفات قديمة، مش عايز ملفات مختبئة، مش عايز فضى ولا فضول، مش عايز احكام، ولا مش عايز، انا عايز اتبعك انت. املاني 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 باسم الرب يسوع، املاني باسم الرب يسوع. قدس كل ملفاتي، قدس كل ما فيا، مجدك يرى عليا. املاني بالنار، فغطي بنارك كل عري، غطي. انا مش هبص على نفسي، مش هبص على نفسي، مش انا اللي بحلل نفسي. انا بقف قدامك باسم الرب يسوع، بس بدي لك كل الملفات القديمه. مش عايز ذكريات، مش عايز صور، مش عايز اي امر باسم الرب يسوع. مش عايز احكم على حد. هللويا. عبر من رانك فينا. Oh.
حقائد أبدية في نار آكلة. ارفع ايدك معي لو تحب، قول يا رب أنا أريد أن أسكن في حقائد أبدية، أريد أن أدخل يا رب بين البكرات وأني لابس ثياب كتان، لأني مغسل ثيابي في دم الخروف وأملى حفنتي من جمرات النار. يا رب أريد أن أدخل زي ما موسى دخل في السحابة وفي النار، أسكن في نار آكلة، أن في المكان ده جلد وجهي بيتغير، في المكان ده ضعفاتي بتتغير، في المكان ده بصير خفيف والسلطان بيتغير في حياتي. أنا أريد أن أسكن في وقائد أبدية، أنا أريد هو في الأعالي يسكن، يعطى خبزه، مياه تصير مأمونة. ليه؟ لأنك وقفت في القداسة، كل حاجة في الصخور ملجأك، الملك ببهاء وعينك تبصران لأنك في الأعالي تسكن. قول يا رب أنا عايز أسكن في وقائد أبدية، أنا عايز أسكن في النار الآكلة، عايز أسكن في القداسة باسم. أنا أحب القداسة جدا، قولها معايا من فضلك، خلي قلبك يقول أنا بحب القداسة جدا، أنا بحب القداسة لأن الروح اسمه روح القداسة، لأن إلهي إله قدوس، لأن أكون قديسين كما أنا قدوس. أنا بحب القداسة جدا، قولها، قولها للرب، قولها للرب مش ليا، قولها للرب أنا بحب القداسة جدا، أنت قدوس، أنا دعيتك أكون كونوا قديسين كما أن أباكم السماوي قدوس. بحب نارك، بحب قداستك، بحبها في نيران القداسة، فبطرح بسهولة، برمي بسهولة بسهولة أي حاجة تانية يا رب، لأني أريد، لأني أحب القداسة جدا، برمي بسهولة أي حاجة تانية لأني أحب القداسة جدا. هللويا باسم الرب يسوع، هللويا هللويا. يا رب أي امتياز بتولد شعب مليان نار قداسة، أي امتياز يا رب بتولد شعب عينيه زي عينيك، عينين نار، بتولد شعب قلبه زي قلبه، قلب نار، لأنه الغيرة، غيرة الرب قاسية جدا، الروح الحل اللي فيك بيغار عليك، بيغير عليك، فتواضعوا تحت يد الرب يرفعكم في حينه، لا تتسلطوا لا تحكموا، تواضعوا تحت يد الرب باسم الرب يسوع، اتبعوا أنت، اتبعوا أنت باسم الرب يسوع. نعمة 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 نعمة، لا يخيب أحد من نعمة الرب، فاتبعوا القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. نقلات في القداسة يا رب، نقلات في القداسة، فنقلات في الزيارات لأرواحنا باسم الرب يسوع، نقلات في القداسة، فنقلة في الزيارة في حياة كل واحد وحده هنا باسم الرب يسوع. بحبك
عينك لهيب نار نظرة من عينيك نظرة من عينيك نظرة من عينيك بحبك يا يسوع بحبك بتغير كل قلبي بحبك بتغير من طبيعتي بحبك 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 يا يسوع أنت من تحب نفسي يسوع يسوع بحبك يا يسوع يسوع أنت من تحب نفسي يسوع أنت من تحب نفسي يسوع بحبك يا يسوع بحب يسوع بحب القداسة بحب القداسة جدا القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب هللويا يا رب اعلن معايا كمان مرة بحب القداسة قدس قلبي قدس حياتي قدس بيتي قدس دوافعي قدس الكل في حضورك يا رب باسم يسوع قدس الكل هللويا يا رب مكتوب بدون الحطب تنطفئ النار يعني لو ما رميتش حطب النار هتطفي حطب هو الخشب والقش والحجاره الخشب والقش والعشب اللي بترميهم في النار فالنار تشعل في حياتك كل ما ترمي الخشب وقش كل ما النار تشتعل رب يقول لك في حياتنا حجارة كريمة ذهب وفضة أو خشب وقش عشب قال ربنا أي حاجة ملهاش قيمة عايز أرميها في النار أي حاجة ملهاش قيمة عايز أرميها في النار بولس قال في ناس بتبني بخشب وقش وعشب وفي ناس بتبني بذهب وفضة وحجارة كريمة خشب والقش والعشب دول بيخلوا النار تشعلل قولوا أنا عايز النار تشعلل فأنا باخد الخشب والقش والعشب بتاعتي وبرميهم في النار أنا باخد الحاجات اللي مهاش قيمة في حياتي بحطها في النار الوقت الأفكار اللي مهاش قيمة ضياع الوقت اللي ملوش قيمة حط كل حاجة رب قدس قدس الكل قدس الفضا قدس الفضول قدس الفضا قدس الفضول باسم رب يسوع قدس 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 فاطلق الفضا لنجاح واطلق الفضول للرؤية غير الفضول وغير الفضا في حياتنا باسم الرب يسوع اطلق حياة كل واحد واحدة هنا باسم الرب يسوع نعمة 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 اطلق شعبك في الزمن ده في نيران الرب اطلق أبطالك في هذا الزمن في نيران الرب اطلق أبطالك في نيران هذا الزمن بقداسة وجههم كالظبي كالأسود في السرعة وجههم كالأسود وهم كالظبي في السرعة نقلات 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 باسم الرب يسوع أنا بصلي لكل واحد واحدة هنا نقلات في الروح نقلات في الاختبارات زيارات لروحك وروحك زيارات لقلبك نقلات باسم الرب يسوع يفتح الرب قوة السماء ويسكب على حياتك وعلى حياتك وعلى بيتك أن لما بيرى في البيت قداسة لما بيرى في قلبك قداسة بيسكب حضوره بيسكب نفسه
مش بيسكب بركة بس بيسكب نفسه. قداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب في اسم الرب يسوع. أشعيا لما وقف في النار الآكلة في أشعيا 6 وجمرات النار لمست أشعيا، النتيجة ها أنا ذا يا رب ارسلني. يا رب ارسل كل واحد واحدة هنا كشعلة نار، ارسلنا كجمرة نار، ارسلنا بروح القداسة، ارسلنا بروح القداسة لكل حد بيتقابل معانا للبيت للشغل، ارسلنا بروح القداسة. روح القداسة يملأ ويطلق حياتك وحياتك، ثياب نارية، ثياب الرب النارية، ثياب قداسة. تطلق تطلق تطلق. استقبل الآن كده، ارفع ايدك معايا وافرد ايدك لو في مساحة جنبك، قول يا رب قول أن ألبس بنار القداسة. مكتوب عن يسوع تعين ابنا لله بالقيامة من الأموات من جهة روح القداسة. روح القداسة اسمه روح القدس، هو روح القداسة. فقولوا نلبس من الأعالي يا رب روح قداسة، خد طريقك فينا، اطلق نيرانك علينا. لا ملفات مختبئة، لا أمور على العينين، لا أمور على القلب، لا سواد. احرق السواد، احرق السواد، احرق كل حاجة، فلا يبقى إلا فرح، لا يبقى إلا أجنحة مرفوعة، لا يبقى إلا شعب أبطال خارج وراء الرب. ها أنا ذا يا رب ارسلنا. هي شعب يا رب لا يقع لا ينكسر. هللويا باسم الرب يسوع. خارجين كأصباط رافعين رايات باسم الرب يسوع، أبناء قديسين لإلههم باسم الرب يسوع. اشعلنا بنيران يا رب، اشعلنا بنيران القداسة، بروح القداسة باسم الرب يسوع، بروح القداسة. صوت بيطلق قداسة في هذا الزمن. مرة كمان قولوا بحب قداستك جدا، بحب الوقوف في قداستك جدا باسم الرب يسوع. مش في الاجتماع ده بس، لك كل يوم على سريري قداسة، على يومي من اليوم الصبحية قداسة.
قل بس بروح القداسة باسم الرب يسوع. قل بس بروح القداسة. على عرش قلبنا